تمام. صوت رجاله بقى خلاص، صوت رجاله فاهم. احنا خدنا المره اللي فاتت ايه عناصر منحنى الافق تمام، وقلنا في حاجه مهمه جدا حاجه اسمها مين الاستيشن. ايه هي الاستيشن؟ هي محطات بعملها او عامل الطريق كانه مسطره عشان ايه امشي معاه. يعني بمعنى تاني يبقى عارف انا واقف اي مكان واقف فيه على الطريق عارف هو في اي حته تمام، بيسموها الستيشنز تمام. طيب الحاجه الثانيه اللي احنا بدانا فيها برضو المره اللي فاتت هي عناصر منحنى. قلنا الطريق اساسا انا مجبر ان انا اروح اعمل منحنى، هو انا اصلا ليه محتاج اعمل منحنى اساسا؟ تعالى كده شوف ايه الرسمه دي كده. انا دلوقتي قال لك عايزك نعمل طريق ما بين طنطا والقاهره مثلا، فقال لك خلاص اقصر طريق عشان الايكونومي وعشان يوفر معايا تكلفه وي وي وي، اخد خط مستقيم. خلاص خدنا الخط المستقيم، بس انت الحياه مش ورديه، انت ممكن خلال الخط المستقيم ده تلاقي اماكن تمام واقفه معاك فيها. زي لو انت فاكرين حاجه من الخرائط الكونتوريه بتاعت مساحه اولى، في حاجه اسمها الخريطه الكونتوريه. ايه الخريطه الكونتوريه دي؟ بتعبر عن تضاريس الارض. انت في الاخر بتتعامل مع بلان، ما عندكش الشكل بتاع الارض ولا معاك فيلم له، فانت بتتعامل مع خريطه مساحيه. فلو انت فاكر كان في حاجه لو لقيناها ايه اللي هي الخريطه الكونتوريه، لقينا بعض الدوائر مقفوله على بعضها. بعض الدوائر مقفوله على بعضها دي بتعبر ايه عن ايه؟ حاجتين، يا اما تكون منخفض يا اما تكون جبل على حسب مين مناسيب خط الكونتور. لو لقيت دي 100 ودي 90 80 وهي نازله يبقى دي جبل تمام. لو لقيت دي مثلا 10 20 30 40 50 لحد ما اوصل لاعلى منسوب يبقى دي منخفض. فانت بالتالي وانت بتعمل الديزاين لازم تاخد بالك من الحاجات دي، لان التكلفه بتاعه الردم البحيره دي لو حد وافق لك عليها اساسا او القطع في الجبل تكلفه عاليه جدا، ممكن تروح ميزانيه المشروع كلها في الحاجه زي كده، فانت بتحاول تتفاداها. فقلنا خلاص هتتفاداها ازاي؟ ان انا امشي خط مكسور وبعد كده امشي خط مكسور تاني. طيب الفكره كلها في ايه؟ هل ينفع اكون ماشي في اتجاه واحد وفجاه احود؟ قال لك لا، انت اصلا هتعمل تشتت للناس والميكانيزم بتاع حركه بتاعت العربيه نفسها مش هتعرف تحصل معاك كده. فعشان كده قال لك لازم نحط منحنى مين افقي. فالمنحنى الافقي غرضه ايه؟ ان هو بيعمل لي حاجه اسمها مين. الغرض من المنحنيات الافقيه ان هو بيعمل لي مين بروفايد تشينج ان دايركشن، يعني ايه؟ بيديني بيعمل انتقال تدريجي يعني لما انت تيجي تغير الاتجاه. فانت بالتالي انت القصه كلها بتاع المنحنى الافقي انت مجبر عليها مش مخير ليها، ان انت كنت عايز تمشي كده وفجاه كسرت ما ينفعش اعملها بالعربيه، لازم احسس الناس وهي ماشيه ان هي ما حصلش اي تغير في الاتجاه، ما بقاش ماشي في الشرق وفجاه اروح مره في الغرب تمام. نفس الكلام لقيت بحيره قدامي فاضطريت ان انا اعمل ايه؟ اكسر برضو الخط ده وارجع تاني اوصل للنقطه اللي انا عايز اوصلها في البدايه خالص. فبالتالي اي كسره عندي في المنحنى الافقي او في البلان لازم انا اعملها ايه؟ منحنى افقي. ليه؟ عشان قصه انتقال تدريجي في الاتجاهات. وقلنا العناصر المنحنى الافقي ان انا عندي المفروض كان الطريق ماشي كده وفجاه كسر، فقلنا عندنا زاويه اسمها الدلتا، زاويه انحراف الممسين تمام كده، اللي هي الزاويه ما بين الممسين او زاويه اختلاف الممسين. فاكرين الكلام ده؟ ادي اسمها الزاويه مين؟ الدلتا اللي هي الانترسكشن تمام. وقلنا بيت العناصر ايه؟ ان ده عندي حاجه اسمها الممس، وده الممس للمنحنى لان المنحنى ده جزء من دايره، وده مركز بتاعي فنص قطر عمودي على الممس، والكلام اللي احنا ايه قلناه المره اللي فاتت. فقلنا عناصر المنحنى بالسريع عندنا اول حاجه الدلتا زاويه الانحراف الممسين او زاويه الاختلاف. عندي ثلاث نقط مهمين جدا، حاجه اسمها البيجيننج اوف كيرف او البوينت اوف كيرفتشر بتاعه المنحنى، والبوينت اوف انترسكشن، والبوينت اوف تانجنسي. الثلاث نقط دول مهمين جدا. ثاني حاجه انا مفيش ربع ساعه بس معايا، عندي عنصر ثاني اللي هو طول المنحنى، وعرفنا ازاي المره اللي فاتت نحسبه. حاضر 11 ربع بالظبط تمام. وعندي ايه؟ الممس التانجنت. وقلنا التانجنت هنا يمين بيساوي التانجنت ايه؟ شمال. وقلنا عندنا حاجه اسمها مين؟ الوتر الكلي الواصل ما بين البي سي والبي تي، حاجه اسمها مين؟ اللونج كورد. الحاجات دي مهمه جدا، الخمس عناصر دول. وقلنا عندي حاجه اسمها السهم الخارجي اللي هي الاكسترنال كورد من نقطه قمه المنحنى والتقاطع المؤسسين، وعندي السهم الداخلي من نقطه من قمه المنحنى لحد مين؟ الوتر، منتصف الوتر الكلي. في حد عنده مشكله في الخمس حاجات دول؟ هيا شباب، وعملنا خدنا عليهم مساله المره اللي فاتت وعرفنا قوانينهم. في حد عنده مشكله؟ ده السكشن بتاع المره اللي فاتت. لا يا ريس مفيش حد مشكله الحمد لله. تمام. الحاجه الثانيه النهارده هنبدا في حاجه اسمها مين؟ السوبر اليفيجن. وقلنا السوبر اليفيجن
هي حاجه مهمه جدا. اديتك مثال المره اللي فاتت ان انت الموضوع ان انت عامل زي الطوبه، قلت لك لو جبت طوبه كده ولفتها وربطتها في حبل وقعدت تلف بيها، ايه اللي هيحصل للطوبه دي؟ هتمطر لبره. ليه؟ قوه الطرد المركزي. فقوه الطرد المركزي دي عندنا في الطرق. اه يا باشا ازاي؟ ما انا عندي اللي هو الحاجه الدايره اللي عندي اللي هو جزء من المنحنى، تمام؟ فالجزء من المنحنى اللي عندي ده ومعايا عربيه بسرعه معينه، فالعربيه عايزه تعمل ايه في المنحنى؟ عايزه تطلع براه، تنطرد براه، تمام؟ طب لو انا ما عملتهاش ايه المشكله؟ ما عملتهاش او انا نسيت حاجه اسمها السوبر اليفيجن دي. بص كده، هي لو الطرق زي السكه الحديد مش اي مشكله، وخدت السوبر اليفيجن دي قبل كده في السكه الحديد، السرعه بتاعتك على المنحنيات حاجه مهمه جدا، هتلاقي العربيه نطرت. نفس الكلام زي القطر ده، هتلاقيه اتقلب لبره. طب برضو مش فاهم برضو يا باشمهندس، بص كده انا دلوقتي عندي الطريق اهو وعندي منحنى بسرعه، ايه اللي هيحصل للعربيه دي لو انا ما ميلتش الطريق بميل معين بحيث يقوم لي قوه الطرد المركزي دي؟ العربيه هيحصل لها حاجتين، يا اما يحصل لها سلايدنج تتزحلق او بيسموها سكيدنج او تنقلب اوفر تيرن. فانت بتعمل السوبر اليفيجن عشان تفادي الحاجتين دول. المفروض القطاع لو احنا خدناه المره اللي فاتت، لو انتم فاكرين الكروس سكشن في الرسومات قلنا ايه؟ قلنا ان احنا بنعمل للطريق بتاعنا حاجه اسمها كراون. فاكرين الكلام ده؟ الكراون يعني ايه؟ ان الطريق عالي من النص وواطي من جنبين. ايه الهدف؟ والميل بتاعه من النص ل 2%. ايه الهدف؟ عشان ميه المطر لما تيجي عليه تتزحلق على يمين وشمال، يحصل صرف طبيعي لمياه الامطار، تمام؟ فالطبيعي ان انت عندك ان الطريق بتاعك ماشي في البدايه ازاي؟ كراون، تمام كده؟ طيب لو انا مشيت على الوضع ده زي ما هو كده، ايه اللي هيحصل؟ خليك بس كده اشوف ايه الحاجه دي. العربيه ماشيه ايه؟ ماشيه بسرعه وليكن 100 كيلومتر على الساعه على منحنى دوران، هيحصل لها قوه طرد مركزي. انت مش مصمم المنحنيات دي بحيث تلاقي قوه طرد مركزي، العربيه دي هيحصل لها مشكلتين. اول مشكله حاجه اسمها الاوفر تيرنينج او السلايدنج. انا دلوقتي العربيه عادي اهي، مفيش اي مشكله بالنسبه لها. بص كده، العربيه لو ماشيه وما عملتش حاجه اسمها السوبر اليفيجن زي القطر كده هتنقلب اوفر تيرنينج او تتزحلق. فانت عايز تعمل ايه؟ تميل في المنحنى ده بحيث ايه؟ تخليه اعلى ما يمكن في الخارج واوطى ما يمكن في الداخل عشان يقاوم قوه الطرد المركزي دي. فهمت انا المفروض اعملها ليه؟ وهتلاقيها قوي فين؟ في الجزء بتاع مين؟ سباقات السرعه، الحلقات بتاعت السباق دي هتلاقي الميل عندك. بص عامل تحس انت لو جيت وقفت مشيت عليه تتزحلق للداخل، ليه مميل لبره خالص منوطي من جوه. القطاع العرضي مش القطاع الطولي، بتكلم على القطاع العرضي، تمام؟ طيب دي اول نقطه. تاني نقطه قلنا ازاي هنصمم السوبر اليفيجن دي. عندنا ان الاي زائد الاف اس او الار بيساوي السرعه تربيع على 15 اي زائد الاف. وقلنا ان السرعه دي هي دي سرعه الديزاين وحدتها ميل بر اور، والار ده نص القطر بتاع المنحنى بتاعك بالفيت، والاي دي قيمه السوبر اليفيجن. قيمه السوبر اليفيجن هتلاقيها في المساله معطاه دايما غالبا 4% 6% 8%، والاف ده معامل الاحتكاك. الاف ده ملحوظه مهمه جدا، لو ما جابش سيرته في المساله هاخده ب 12%، تمام يا شباب؟ تمام رجاله. تعالى يا باشا، بيقول لك ايه؟ عندك مسادي في الشيت رقم 8 بيقول لك عندك الانترسكشن انجل او الديفليكشن انجل ب 40 درجه، وعندك التي المماس تانجنت ب 510 فيت، وعندك الطريق اربع حارات وعرض الحاره 10 فيت. بيقول لك الاستيشن بتاعه الانترسكشن البوينت في الاي اي ب 2700، والسايد فريكشن ب 82 من 1000، وقيمه السوبر اليفيجن 9% اللي هي 9%. اول حاجه ديترماين الديزاين سبيد، وبعد كده حدد الاستيشن بتاعه البي سي والبي تي. دايما المساله بتاعه المنحنيات الافقيه هتبقى مساله مركبه، جايب لك كل حاجه في الدرس ده، تمام؟
فاول حاجه عندنا القانون اللي هو الاي زائد الاف اس. فين ده؟ ما هو ده هو، بس ايه دايما بنتعامل القانون دايما اي زائد اف اس بيساوي الفي تربيع على 15 اور. دايما بنتعود نكتب في الصيغه دي، تمام؟ هي هي نفسها اللي فوق، مش قصه، احفظ اي واحده فيهم. بس غالبا بيتعامل مع على ايه، الاي زائد الاف اس بتساوي الفي تربيع على 15 اور. الاي بكام؟ قايلها لي ب 9%، 9%. الاف اس بكام؟ ب 82/1000. الفي هو عايزها السرعه على 15 اور. نص قطر بكام؟ نص قطر بكام؟ عباره عن 1.96 اللي هم قولي كتير بنفسه. يا رجاله، ما انا معايا التي اجيب منه الار. الله ينور عليك، معاك التي التانجنت ومعاك الدلتا اللي هي الانترسكشن انجل. اقول التي بتساوي الار في تان دلتا على 2، الدلتا ب 40 والتي ب 510، طلع منها الار. اعرف اعوض الار، طلع منها السرعه ب 55 ميل بر اور. في مشكله شباب لحد الان؟ حلو. اعرف احسب الاستيشن بتاعه البي سي. الاستيشن بتاعه البي سي القانون بتاعها كان بيساوي ايه؟ قال لك بيساوي الاستيشن بتاعه البي اي ناقص التانجنت، والاستيشن بتاعه البي تي بيساوي الاستيشن بتاعه البي سي زائد طول المنحنى اللي هو ال. حلو، اجي اعوض يا عم. الاستيشن بتاعه البي سي بيساوي الانترسكشن اللي هي 2700 ناقص التي اللي هي ب 510. قلنا ازاي نحول من ستيشن لفيد؟ اشيل الزائد اهي، يبقى 2700 وصفرين ناقص 510. يطلع اللي يطلع، يطلع بالرقم ده. احط علامه الزائد بعد ايه؟ رقمين، لان الواحد ستيشن بيساوي 100. حد عنده مشكله في القصه دي؟ طيب الستيشن بتاعه التانجنت هيساوي بيساوي الستيشن بتاعه البي سي لسه مطلعها، واجمع عليها طول المنحنى. طب طول المنحنى اجيبه منين؟ هو مش مديهولي، بس هو مديني ايه؟ الار والدلتا. ما انت جبت الار اضربه في الدلتا في باي على 180، اطلع منها مين؟ ال كيرف. احطها على ال كيرف، اطلع منها مين؟ الاستيشن بتاعه التانجنت. في مشكله عند الناس؟ الحاجه المره فاتت برضو اتخنا فيها، قلنا نستنى الدكتوره دخلت في الوايدنج، صح كده؟ قلنا الوايدنج هي دي الحاجه الوحيده اللي عندك في المساله اللي هي هتكون بالمتر والسرعه بالكيلومتر على الساعه. الوايدنج عندنا نوعين، ميكانيكال وايدنج وسايكولوجيكال وايدنج. الميكانيكال بيساوي ايه؟ الدبليو ميكانيكال الناس الشباب اللي مشغل المايك ده. تمام، الدبي ميكانيكال هيساوي ايه؟ قال لك الدبي ميكانيكال بيساوي ال ان في ال تربيع على 2 ار، والان هي عدد الحارات، والال حاجه اسمها لينس اوف ويل بيز، طول العجل ما بين العجله الاولانيه واخر عجله، تمام؟ بالمتر، المفروض ده لك في المساله، وغالبا مش هديك عليها مسائل في الامتحان، كل الحكايه في الوايدنج هتكون نظري. هقول لك ايه هو الوايدنج على هوريزونتال كيرف؟ قال لك والله القصه كلها اللي احنا قلنا المره اللي فاتت، ان انا عندي العربيه بالذات العربيات بتاعت النقل، قلنا العربية بتاعت النقل تريلات لما بتيجي تاخد على ملفات هتلاقي الجزء الأمامي خالص في جهة والخلفي في جهة تانية. لو أنت مش واخد حساب حاجة اسمها الوايدنج، موسع الجزء ده على المنحنيات، إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي العربية بتاعتك في جزء الأمامي، بص العجل الأمامي فين والعجل الخلفي فين، وبيلف. هتلاقي العجل الخلفي الامامي طلع بره والخلف طلع بره. فباجي بص العرض هنا لو 10 متر مثلا، اجي هنا الاقي ايه؟ بقى العرض 15 متر. عملت حاجه اسمها التوسعه. بتتحسب ازاي؟ هي يا عم التوسعه، قلنا التوسعه المره اللي فاتت عند الجزئين ده زائد ده، الميكانيكال زائد السايكولوجيكال. الميكانيكال بيساوي مين؟ ان في ال تربيع على 2 ار. قلت لك ده القانون الوحيد في المنهج اللي بالمتر وكيلومتر على الساعه، ونص القطر هنا بالمتر. طيب السايكولوجيكال دي حاجه نفسيه خاصه بقائد المركبه نفسه، ان هو بيخاف ان هو يخش على المنحنى، وبالتالي ان هو بيبدا يعمل ايه؟ يحاول بقدر الامكان يهرب من قصه مين العربيه تهرب منه. فالعلاقه دي بيجيبوها ازاي؟ قال لك السرعه على 9.5 جذر الار، والار بنص بالمتر اللي هو نص قطر، والسرعه بالكيلومتر على الساعه. السلايد دي سؤال نظري في الامتحان. تعالى بقى بيقول لك ايه؟ باشمهندس، السايكولوجيكال دي بس انا مش فاهمها، يعني حاجه نفسيه. انا دلوقتي لو بتاع عربيه مثلا، معايا عربيه، باجي اخد الملف اقول لك خده على واسع دايما، ليه؟ عشان تعرف تتحكم في العربيه.
طب ده دي عربيه ملاك. طب بالي لو عربيه تريلا بقى اضطر ان هو يبدا ايه ياخد على اوسع مما يمكن، تلاقي كده داخل على الملف واخده من بره خالص عشان يعرف يخش يلحم تاني مع الطريق، فاهمني؟ فهي حاجه نفسيه، مع ان انا عامل اعتبار ان هو ايه العجل بتاعه هيهرب والكلام ده، بس هو ضمنيا ونفسيا بيقلق، مش هو مش بتاع طرق. ماشي تمام. والسؤال اللي نظر بيجي في حته زي دي يبقى هيسالني بيقول في ايه لك فيه. اشرح الوايدنج على الهوريزونتال كيرف، اكتب له القانونين بس، تمام، اقول له الميكانيكال والسايكولوجيكال. تمام تمام جدا. تعالى بقى عشان اهم حاجه عندي دي السوبر اليفيجن. السوبر اليفيجن هيجي لك يقول لك ارسم حاجه اسمها السوبر اليفيجن، ازاي اوقعها في الطبيعه؟ بص كده يا ريس بتاع الفيديو ده هيقول لك انا عايز اقول ايه في الموضوع ده كله. بص يا ريس، احنا المفروض ان احنا متفقين ان احنا عندنا الميل بتاع الكروس سيكشن او الطريق بتاعي كراون، صح؟ باينه كده عندك؟ ايوه ريس. ماشي، انت هو في حد ماشي. المهم الصوت بس عشان في دوشه كده. تمام، فات كراون عنده المفروض ان هو عالي في النص والاطراف ايه قليل، وقلنا الميل ده كام؟ من نص ل 2%، خلاص كده، وغالبا بناخده 1.5%. طيب المفروض الطريق قلنا عشان العربيه لو هي مشيت على الميل اللي هو الواطي اللي تحت ده كده، ايه اللي هيحصل؟ هتنقلب. فاحنا قلنا نيجي نعمل ايه؟ نعلي الحافه الخارجيه دي ونوطي الحافه الداخليه. ليه؟ عشان تقاوم قوه الطرد المركزي. مش قلنا الكلام ده؟ الفيديوهات اللي بتفرجك عليها دي احنا مش في ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي. تمام، انا بفرجك الفيديوهات دي عشان تجمع معايا مش عشان تتفرج، احنا مش في ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي زي ما قلت لك، مش فيديو هو. تمام، فالمهم فالعربيه لو مشيت البطاريه باظت. فالمهم فايه اللي حصل؟ فالمهم العربيه لو مشت على الميل ده كده هتنقلب لورا. فقلنا هنعمل ايه؟ هنعلي الحافه الخارجيه. طب لو جينا فجاه كان فلو ايه اللي حصل؟ لو لقينا البتاع ده مايل بالطريقه دي كده وفجاه علينا كده، ايه اللي هيحصل؟ شايف الميل المنسوب هنا كام؟ المنسوب هنا لو 10 المنسوب هنا هيبقى 12. فجاه كان الطريق ماشي كده، فجاه بقى عالي كده، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي في وشك عتبه، درجه سلم في وشك. تمام، فبالتالي لازم نعمل ايه؟ انقل تدريجي في الميل. بص كده بص كده بص 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 هوريك ايه ده القطاع بتاع الاساسه اللي هو الكراون. خلاص كده، يبقى انا دلوقتي كان عالي في النص ومايل في الطرفين. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل ايه؟ عايز اجي عند الكيرف اخد النقطه دي اعليها والنقطه دي اوطيها. اوطيها واعليها ازاي يعني؟ ما انا بتحكم في المنسوب بتاعي، اوطي شويه المنسوب بالقامه كده، اعلي هنا اوطي هنا. تمام، حلو. انا ما بقى الاسفلت ده ما مش بعمله في المصنع اجي اركبه. تمام، المهم فده القطاع الطبيعي اللي هو اسمه النورمال كراون. حلو، انت عايز توصل لايه؟ انا عايز اوصل لده، لحاجه اسمها السوبر الفيجن، ان انا اعلي الحافه الخارجيه خالص منسوبها اعلى ما يمكن واوطي مين؟ الحافه الداخليه. تخيل بقى القطاع اللي هو الاولاني ده احطه جنب القطاع الثاني، هلاقي في فرق منسوب، العربيه تيجي تمشي تلزق في الاسفلت. تمام، فنعمل حاجه اسمها مين؟ انتقال تدريجي. خلاص قلنا ايه؟ السوبر الفيجن اهي. الراجل بص يعني والله فاهم انا عايز اقول ايه، فيعني ايه اهي. تخيل ده القطاع اللي هو على الشمالك ده هنحطه قبل القطاع اللي على اليمين، العربيه ماشيه هنا ايه، ده في منسوب ده في منسوب، هتلزق هتعمل حادثه وترتاح ونرتاح منك. تمام، فبالتالي احنا مزعلينك ليه بس يا ريس؟ تمام، فاحنا عايزين نعمل انتقال مين؟ تدريجي. خلاص مش زعلني في حاجه، بس انا بفهمك عشان تجمع بس معايا. خلاص، فبالتالي ايه؟ ما ينفعش احط القطاع ده لازق في القطاع ده،
تمام؟ فلازم يعمل انتقال تدريجي، هي دي اسمها سوبر إليفيجن، ان انا بعملها على المنحنيات الافقية عشان تعمل ايه؟ عشان تقاوم قوة طرد المركزي. خلاص كده؟ تعالى نمشي ايه؟ يبقى ده اللي احنا عايزين نوصله. طيب هنعملها ازاي؟ تعالى بص الفيديو ده كده، مطلوب الرسمة دي مهمة جدا. بص يا صاحبي، يبقى انا دلوقتي القطاع بتاعي عباره عن ايه؟ حوالين حضرتك ولا انا بيتهيأ لي ولا في ايه؟ لا بيتهيأ لي، بيتهيأ لك انت، بس شد البطانيه كويس. اوكي، في دوشه حوالين، ماشي كده. فانت ايه دلوقتي القطاع الاساسي فين بتاعي؟ ادي الكروس سكشن بتاعي اهو، وانا ماشي المفروض قبل المنحنى الميل بتاعي عالي في النص عالي وواطي في الجنبين. طيب ابدا اخش جوه، المفروض ان انا عايز اوصل في الاخر للقطاع اللي هو المايل خالص ده، اعلى ما يمكن في الطرف اللي هو الحافه الخارجيه، واوطى واقل ما يمكن في الحافه الداخليه. تمام كده؟ طيب هعملها ازاي؟ قال لك والله هنبدا نميل القطاع سنه سنه. انا عايزك وانت بتبص على الرسمه دي تبص على الرسمه اللي فوق دي، شايف المربع اللي هو فوق خالص يمين ده؟ عايزك تبص على الرسمه دي معايا، عينك على دي ودي، فده النورمال كراون بتاعه اهو. عايزك قال لك ايه؟ انا عايز اوصل للميل ده. فقال لك عشان انقل من ده لده، قال لك والله مش هينفع اعملها مره واحده، لازم اعملها تدريجي. ازاي تدريجي؟ قال لك والله مش الميل ده مايل لجوه كده وده مايل لجوه، فخلاص اعتقد الحافه دي مش محتاج العب فيها، هثبتها زي ما هي. مين اللي محتاج انقل فيه؟ الحافه الخارجيه دي او الحاره الخارجيه دي. ابدا اعمل ايه؟ قال لك والله ما الحافه دي ما ينفعش انقلها مره واحده، ده انا ابدا اعلي في المنسوب سنه سنه. فقال لك اول حاجه ابدا اعمل ايه؟ اخليها الليفل بتاعها مكان ما هو مايل 1.5% ارفعها لصفر، اخليها افقيه. طب وبعدين؟ تاني يبقى اول مرحله اللي هي العادي اهو. تاني مرحله عندي ان انا خليتها مين؟ منطقه الانتقال بتاعتي دي اخليها ايه؟ او المنحنى التدريجي بتاعي ان انا ايه؟ اخلي دي 0% ملها 0% افقيه. طيب بعد ثالث مرحله اعمل ايه؟ قال لك والله اخلي الميل ده اهو اللي هو 0% نفس الميل ده اهو، اهو خليت الميل ده نفس الميل ده اللي هو قيمته كام؟ من 2-5%، قلنا من نص ل 2% وهنثبته 1.5%، يبقى الميل ده كان 1.5% خليته 0. وبعدين وده 1.5% مش محتاج العب فيه لان هو مايل اساسا لجوه، وده مايل لجوه 1.5% مش محتاج اعدل فيه دلوقتي، فقلت هخلي ده اهو نفس ميل ده اهو، فده 1.5% وده برده 1.5% بس نازل للحافه الداخليه. انا عايز اوصل لقيمه ميل كام؟ 4%، عايز اخلي ال 1.5 ده 4% مثلا. فابدا اعمل ايه؟ اميل ده على قد ما اقدر بقى كمان، بحيث اخلي ده من 1.5 اوصله 4، وده من 1.5 اوصله مين؟ ل 4، لحاجه اسمها الايه؟ قيمه السوبر اليفيجن. سريعا كده تاني، يبقى ده كروس سكشن اللي هو نورمال كراون ميله 1.5 يمين وشمال. قلنا الحافه الداخليه ما فيهاش مشكله، الحافه الخارجيه خليها زيرو، بعد كده خليها نفس الميل ده، اخر حاجه اوصلها لقيمه الميل بتاعي اللي هو السوبر اليفيجن. حلو كده؟ لما بيجي يقول لك ارسم السوبر اليفيجن فهي عمرها ما هتبان على البلان. ليه؟ البلان هيتبان ايه؟ خط ومنحنى. طب عشان اميل المناسيب دي لازم انا ابص عليها منين؟ من البروفايل، او ابص عليها من الاليفيجن، يعني اقف هنا كده واشوف الثلاث خطوط دول بيعلو ولا يوطوا؟ الثلاث خطوط دول، ركز كده، انا عايز اقف هنا كده عشان اعرف اشوف الفرق واشوف الخط ده منسوبه بتاع السنتر ده حصل له ايه، والخط بتاع حاجه اسمها الانر ايدج حصل له ايه، والخط الثالث ده بتاع الاوتر ايدج حصل له ايه. مهم جدا، مهم جدا الرسمه دي يا شباب. بص كده تاني، اصل دي السكشن بتاع النهارده، لو فهمتوا على الرسمه خلصت. بص كده تاني، بنقسمهم على 100 بقى
وانت بتبص المرة دي بص على الرسمة دي ايه وعينك على الرسمة دي ايه مهم الرسمة دي اللي فوق بقى دول. لو انا واقف هنا يا شباب انا واقف هنا جوه وعايز ابص على منسوب الخط ده ومنسوب النقطة دي ومنسوب النقطة دي الاقي منسوب النقطة دي اعلى حاجة والنقطة دي والنقطة دي اوطى حاجة ابص هنا كده لو جيت بصيت من هنا الاقي منسوب النقطة دي هنا تحت النقطة دي تحت ومنسوب النقطة دي فوق في مشكلة؟ انا بيتهيالي في صوت سيكشن جنب حضرتك او محاضره جنب حضرتك في صوت كده ملناش دعوه طيب ملناش دعوه كل واحد في حاله ماشي يبقى تاني بس خلينا بقى مركزين معنا مع نفسنا بس وخلاص ماشي فالتالي دلوقتي انا عايز اعمل ايه انا عايز دلوقتي ابص من هنا اشوف منسوب النقطه دي ومنسوب النقطه دي ومنسوب النقطه دي فوقفت هنا لقيت المنسوب تحت دي فوق دي فوق طب تاني قطاع لقيت المنسوب النقطه دي تحت ومنسوب النقطه دي بقى مع منسوب النقطه بتاعت السنتر بص كده هنا ايه شايف الخط ده اهو النقطه دي تحت ودي اعلى ودي اعلى اما جيت هنا بقت دي برضو زي ما هي تحت والنقطه دي مع منسوب النقطه دي واللي حصل في النقطه الخارجيه دي منسوب بدا يعلى واخد بالك عيلي اهو وصل المنسوب دي طب القطاع التالت القطاع التالت لقيت المنسوب النقطه دي ما حصلهاش اي حاجه يبقى الانر اتش دي في الثلاث مراحل دول ما حصلهاش اي حاجه اهي وانا واقف هنا شايف خط مستيل ثابت منسوب ما اتغيرش والنقطه دي الكراون برده اللي هي النقطه دي ما حصلهاش اي حاجه النقطه اللي هي الاوتر دي اللي بيحصل فيها قاعده بتعلى 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 واخد بالك واخد بالك واخد بالك يا ابني انت يا ريس واخد بالك شباب كده يا باشمهندس دوت اللي هو الحاله الاولى اللي هي الدوران حول السنتر ولا دي ولا هتاخد بس من الدوران حول السنتر بس انا عايز افهمك حاجه وبعد كده الدوران ده ماشي افهم بس انا عايز اقول لك ايه اخر مرحله عايز اعمل ايه اوطي الكيرف ده خالص بالسوبر الفيجن ده كان 1.5% عايز اخليه 4% فيقل شويه فايه اللي هيحصل النقطه دي هلاقيها بدات تنزل يعني النقطه دي كده هلاقيها اقلت هنا شويه والنقطه دي قاعده بتعلى والنقطه بتاعت السنتر دي شوفها بقى اللي هيحصل لها دلوقتي فهمت انا عايز اعمل ايه يبقى السوبر الفيجن من الاخر عايز اعمل ايه عايز احول القطاع من نورمال كراون لحاجه اسمها السوبر الفيجن هعليها ازاي ان انا الحافه الخارجيه دي ارفعها لميل 0% وبعد ميل نفس ميل الحافه الداخليه وبعد اغير القطاع كله لقيمه ميل كام 4% او قيمه السوبر الفيجن عندي تمام حلو قال لك ايه عايزين بس نشوف الرسمه كده قال لك طب انت عشان تعمل النقطه دي بتاعت السوبر الليفيجن عندك كام طريقه انا عندي ثلاث طرق عشان احول العب اللعبه دي كده اول طريقه هي حاجه اسمها مين الدوران حوالين السنتر لاين يعني ايه الدوران حوالين السنتر لاين قال لك والله النقطه دي ان انا قاعد عشان تعلي منسوب يعني ايه منسوب حاجه بالنسبه لحاجه بنسب حاجه بالنسبه لحاجه ففي لازم اثبت نقطه عندي بحيث اعلي منها الباقي واوطي منها الباقي فاول نقطه عندها طريقه اسمها السنتر لاين ان انا اعمل ايه اثبت منسوب السنتر وابدا اغير في الحافتين انا عندي ثلاث نقط بلعب فيهم ايه هم ثلاث نقط دول نقطه السنتر اللي هي الكراون بيسموها الكراون او السنتر نقطه الانر ايدج ونقطة الاوتر ايدج ثلاث نقط عندي سنتر انر واوتر تمام فاول طريقه عندنا ان انا بثبت منسوب السنتر منسوب السنتر ده هتلاقيه في الاربع مراحل دول او الاربع قطعات دول ما حصل لهمش اي تغيير تمام كده تمام حلو يبقى تمام يبقى انا في الحاله دي منسوب السنتر ده ما حصلوش اي حاجه ده اسمه الدوران حوالين السنتر لاين انا بقى واقف هنا كده وابدا اشوف كل خط ارسمه لوحده الخط ده بتاع السنتر ده حصل له اي تغير في المنسوب لو انا واقف من هنا جيت عملت له اسقاط هشوفه خط مستقيم اهو شايف منسوب السنتر خط مستقيم ما حصلوش اي تغير في فرق يا شباب لا
حلو. تعال بقى نشوف منسوب الانر ده بالنسبه للسنتر. اول قطاع تحت السنتر صح اهو. طب تاني قطاع تحت السنتر. تالت قطاع تحت السنتر. هيبدا يقل عن السنتر امتى؟ لما يبقى على مستوى اخر قطاع اللي هو في اخر قطاع. فين اخر قطاع؟ اهو بدا يقل خالص لما وصل اخر قطاع. عندك معلش في القانون الثاني اللي هو بتاع السايكولوجي ثاني منسوب السنتر ثابت خط افق اهو. لما اجي اعمل له سكوت انا واقف هنا اهو جوه وباصص على الثلاث دول الخط ده والخط ده والخط ده شفت منسوب السنتر لقيته ايه ثابت. جيت ابص على منسوب الانر لقيته عند النقطه دي اقل من السنتر بمسافه ثابته نفس المسافه الثابته لان ما حصلش اي تغير ما لعبتش في اول ثلاث قطاعات. في اول ثلاث قطاعات ثابتين. بدا يقل امتى؟ عند اخر قطاع لقيته ايه زاد شويه قل شويه نزل تحت. حلو كده يبقى خط السنتر مفيش مشكله. خط الانر فيه مشكله ها يا شباب؟ الشاشه واقفه ولا حضرتك غيرتها؟ انا ما غيرتش الشاشه دي ثابته زي ما هي من الصبح. شوف النت عندك كده هندسه. انتوا بادين بالكم كتير يا هندسه؟ ايه يا باشا؟ بادين بالكم كتير؟ اه بادين بالنا كتير. ماشي بقى لنا ربع ساعه اقعد بس الله يحضر بقى وخلاص. النقطه الاوتر نقطه الاوتر بدا تحت اهي منسوبه فين مع منسوب الخط ده. فاجي ابص عليها كده من هنا الاقي منسوب الاوتر ده مع منسوب مين الانر. ما لو جيت بصيت من هنا الاقي اسقاط الخط ده مع اسقاط الخط ده. تاني نقطه لا الاقي بدا يحصل فيه ايه يبقى دي اول نقطه ايه عندي منسوب السنتر اعلى من الانر والاوتر اهي. تاني نقطة اللي حصل الاوتر ايدج بدأت تعلى تزيد معايا تزيد كل ما هي ماشية قاعد الخط ده بيزيد اهو. في مشكلة في الرسمة دي؟ لا يا باشمهندس تمام. عشان بس ايه ما تشوفها كده في المحاضرة ما تتخضش اهي. هتلاقي ايه لو انا بدور حوالين السنتر فدايما النقطة بدور حواليها منسوبها ثابت اروح شايل خط ثابت اهو السنتر. ايه اللي بيحصل؟ منسوب الانر تحت ابدا بيه على طول الاقيه ثابت في الثلاث قطاعات. اول قطاع اهو ثاني قطاع ثالث قطاع رابع قطاع اهو. اول قطاع منسوب السنتر فوق والانر والاوتر تحت. ثاني قطاع منسوب السنتر خلاص بقى ثابت قلنا لو الخط اللي في النص ده. واشوف بقى المناسيب الثانيه الاوتر والانر. الانر فين؟ تحت. هل اتغير عندي؟ لا ما هو نفس ما لعبتش في الانر خالص. الاوتر اللي حصل له بدا يعلى يوصل للسنتر في القطاع الثاني مش منسوب الاوتر بقى مع نفس منسوب السنتر اهو. فعلا انا باجي ابص على البروفايل منسوب السنتر هو نفسه منسوب الانر. ثالث نقطه الاقي اللي حصل منسوب الاوتر بدا يعلى ومنسوب الانتر الانر ثابت. فبالتالي منسوب السنتر ثابت عندي منسوب الانر في اول ثلاث قطاعات ثابتين اهو ده وده وده. حلو حلو. طيب اخر قطاع ايه اللي حصل؟ لا بقى لقيت منسوب الانر نزل لتحت ومنسوب الاوتر عالي لفوق. في مشكله لو جه قال لك ارسم بثلاث نقط بثلاث طرق توقيع السوبر اليفيشن في اول طريقه عندي مين؟ السنتر لاين. تاني طريقه عندي مين؟ ان انا ادور حوالين الانر ايدج او الانسايد ايدج. الفرق في ايه؟ في الانسايد ايدج النقطه اللي بلف حواليها هي اللي بيثبتها. يعني اما اجي اعمل منسوب الانسايد ايدج دي اروح شايل خط افقي للانسايد ايدج او الانر ايدج واوقع المناسيب النقط الثانيه بالنسبه لها. القطاع الاولاني ده فين منسوب الانر؟ تحت اهو. وفين السنتر؟ اهو. القطاع الثاني الانر فين؟ ثابت زي ما هو. ايه اللي هيحصل؟ السنتر والاوتر فوق ببدا اعلي الاوتر ايدج. الحاله الثالثه الاوتر ايدج اخليها نفس منسوب الانر ايدج. الحاله الرابعه اخليهم في قصه مين؟ السوبر اليفيشن. كل الحكايه ان انا ابص على كل قطاع واشوف مناسيب النقط اللي عندي فلاقي ايه الانر عندي خط افقي الاقي السنتر بدا يعلى لحد ما يوصل المنسوب ده والاوتر يعني لحد ما يوصل مين المنسوب ده.
التالت طريقه اوتر ايدج اثبت مين منسوب الاوتر اهي، فلاقي ايه خط اللي هو الثابت ده منسوب الاوتر ايدج. طيب الاوتر ده عشان اثبته ابدا ايه انزل في القطاعات عشان اخلي الميل افقي، والميل ده مايل 1.5% والميل ده مايل لقيمه السوبر اليفيشن. كل حكايه ابص على القطاع من الجنب اوقع مناسيبه فوق تمام، الاقي منسوب ده خط افقي، ابدا بعد كده منسوب السنتر يقل معايا والانر يبدا يقل معايا. في مشكله في التلات رسومات دول؟ تمام. هو بعد المنحنى تعالى بقى نشوف المساله دي. بعد المنحنى بنرجع القطاعات دي بنرجع الطبيعي تاني. ايه انا لسه هكمل لك ايه المفروض في الطبيعي بقى ان انا ايه الطريق في الاساس نورمال كراوي، فيبدا يجي بس على المنحنى يتعمل له الرفع بتاعه وبعد كده يرجع تاني ايه للنورمال كراون تاني بالتدريج تاني بس بالراجع صح؟ بالظبط نفس الكلام، انت بس لو قعدتي لي قبل المنحنى وخلاص ما عنديش اي مشكله. تمام ماشي. تمام تعالى بقى نشوف ايه الجزئيه دي. فبيقول لك ايه معاك قيمه الاي ب 8% وعرض الحراره الكلي وعرض الطريق 24 فيت وعرض الحراره الواحده 12 فيت تمام، وقال لك السرعه عندك ب 65 ميل بر اور، قايل لك بثلاث طرق وقع للسوبر اليفيجن. كل الحكايه تقعد ترسم ده رسومات دوران حوالين السنتر دوران حوالين الانر دوران حوالين الاوتر، وبعد كده احسب لي التوسعه. التوسعه قانونها فيها فاكر اه الدبليو ميكانيكال بيساوي الان في ال تربيع على 2 ار والدبليو سايكولوجيكال بيساوي الفي على 9.5 اعجاز الار. انا بعوض في القوانين دي على حسب المعطى، هل هو مدي لي طول العربيه مش مديها لي، فبالتالي الميكانيكال مش هعرف اعوض فيه، هعرف اعوض بس في مين في السايكولوجيكال، هقول الفي على 9.5 جذر الار. انا ما عنديش هنا الان عند الان عدد الحارات، ما انا عندي العرض كله 24 عند 12 فعندي حارتين، والال ما عنديش فبالتالي مش هعرف اعوض في ده، بس اعرف اعوض في مين في السايكولوجيكال. هقول السرعه بالكيلومتر على الساعه 9.5 جذر الار. الار بكام عندي؟ عندي نص القطر، ما عنديش نص القطر بس عندي السوبر اليفيجن صح، وعندي السرعه اعرف اعوض اطلع منها مين الار. مش قلنا الاي زائد الاف اس بيساوي الفي تربيع على 15 ار، معايا الاي بكام؟ ب 84 من 1000 والاف اس السايد فريكشن قلنا ب 12 من 100 اهو ب 12 من 100، قلنا رقم ثابت ما لم يذكر خلاف ذلك. السرعه بكام؟ 65 تربيع على الار، بس قلت لك القانون ده الوحيد ان السرعه بالكيلومتر على الساعه اهو. احول ازاي من ميل لكيلومتر؟ الواحد ميل بيساوي 1.6 1.61 كيلومتر، احول السرعه دي بالكيلومتر على الساعه يطلع لي نص القطر بكام بالفيت، اروح اطلع ايه نص القطر بكام بالمتر، اعوض نص القطر بالمتر تمام، واحسب منها الدبليو مين سايكولوجيكال. في مشكله يا شباب؟ مفيش مشكله حلو كده. اخر نقطه عايز اوريها لك لو انت ماشي على الطريق انت دايما خط عينك ثابت لقدام. يعني ايه قدام؟ يعني انت وانت ماشي كده على اي منحنى بيقابلك انت مش عينك بتروح مع المنحنى، انت عينك في خط مستقيم، فانت بالتالي انت مش شايف ايه اللي طالع لك من بره، المنحنى مداري عليك تمام. يعني هو داخل على اي منحنى اهو انا يا دوب بس اول لما ابدا امشي عدل على المنحنى ببدا اشوف، طول ما انا ماشي في خط مستقيم بص انا داخل على منحنى اهو عيني خط مستقيم مش شايف اللي مقابلني تمام. فعندنا نقطه اسمها مين السايد ديستانس على المنحنيات الافقيه. حلو كده العلاقه دي مهمه جدا اللي هي عندك مين ايه ان حاجه اسمها المسافه ما بين المنحنى واقرب عائق ليك زي شجر مثلا زي بيت بيسموها الام. الام دي المسافه ما بين العائق لسنتر لاين الحاره الداخليه. لو الطريق عندك ده حارتين ادي السنتر لاين بتاع الطريق ودي الحاره ايه وادي الحاره الثانيه. لو جيت انا خدت سنتر لاين الحاره الداخليه
وقست مسافة منها اسمها M لحد العائق بتاعي، المسافة دي أحسبها إزاي؟ قالك بالقانون ده الM بيساوي الR في واحد ناقص كوزين 28 600 أو 65 في الS، الS دي اللي هي الستوبنج سايد ديستانس على الR. القانون ده هو القانون ده، بس الفرق في الوحدات. هنا الوحدات عندي الS الستوبنج سايد ديستانس بالفيت، والR بالفيت، والM بالفيت. يبقى تاني لو جاء لك احسب لي المسافه بتاعت العائق دي، المسافه بينحسب منين؟ من سنتر لاين الحاره الداخليه لحد العائق، القانون بتاعها اهو. تعالى بقى ايه نعوض ونشوف الدنيا كده. قال لك ايه؟ عندك نص قطر ب 60 فيت وعندك حارتين، عرض الحاره الواحده 8 فيت، يبقى عندي حارتين 8 و8. كويس كده؟ بيقول لك حدد السايد ديستانس اللي على المنحنى بفرض السرعة 15 ميل بير اور وميل الطولي الجريديانت بزيرو. خلاص يا عم انا عايز احسب الستوبنج سايد ديستانس. حافظ القانون 47% الفي في التي زائد الفيتر الفي تربيع على 30 اف زائد او ناقص الجي، صح كده؟ اجي ادور على السرعة، ممكن استخدم السرعة هنا عندي، انا ممكن احسب الجزء بتاع السرعة وبعد كده احسب الستوبنج سايد ديستانس. بس هنا في المسألة بيقول لك ايه؟ لو انت عندك نص القطر بكذا وعرض الحرة بكذا، كويس، اتاكد لي ان السرعه بتاعت 15 ميل بر اور دي سيف بالنسبه لي. لو عندك ايه؟ لو عندك عائق يبعد مسافه 10 فيت عن الحاره، حافه الحاره الداخليه، كويس كده؟ طيب الحل هعمل ايه؟ اروح احسب حاجه اسمها الام. الام دي فاكرينها؟ قال لك قال لك المسافه من العائق لحد سنتر لاين الحاره الداخليه، تمام كده؟ فالام بتساوي مين؟ 10 زائد نص عرض حاره، يطلع كام؟ ب 14. كويس كده؟ حلو. انت عندك قانون فين؟ الام بتساوي الار في واحد ناقص كوزاين 200 او 28 65 في الاس على الار. هنا التعويض ده بس انا عاد بس ما يتعدل، مش هتعوض بالقوانين دي، القوانين دي كانت قديمه والدكتوره لغتها. انت عندك قوانين مين؟ القانون ده. يبقى انا عندي الام ب 14، نص القطر عندي بكام؟ ب 60، الار ب 60 في 1 ناقص كوزاين 28 65 في الاس اللي هي انا عايز احسبها على نص القطر اللي هي بكام؟ ب 60، احسب الاس منها. تمام، المساله دي هتلاقيها معدلها لك في الايه الملف اللي هرفعه لك. تمام كده يا شباب، في حد عنده اي مشكله يا شباب لحد الان؟ تمام يا باشمهندس. خلاص هيبقى انا بس جزء في الاخر كده، ان شاء الله هنكمله السكشن المره الجايه باذن الله. باشمهندس انا عندي بس سؤالين. قول. الشيت ما نزلش لحد دلوقتي، وانا يعني هيبقى مطلوب مننا بعد كده الشيت دي كلها. ف طيب انا هشوف بس ايه، هنسق مع الناس كده اقول لك الشيت هيجي امتى ان شاء الله ونظبط الدنيا يعني. تمام. تاني نقطه كان في سؤال بس في الجزء في السكشن اللي فات بس ما معرفش. قول. لحظه اعرض لحضرتك السؤال. اعرض السؤال. لحظه. وانت مخنوق مننا ولا انا بتهيألي ولا؟ لا 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 انت حبايبي. حبيبي يا ريس. السؤال يا باشمهندس. صبر براحتك يا باشا. قول يا صح. عرفت؟ السؤال اللي قدامي. ايوه ماله بقى؟ عايز اجابته. مش ده في المحاضره؟ والله ما اعرف هو فين الصراحه، انا لقيته بعته لي السؤال ده. هو في حته اللي هو ايه سي also read warning sign قبلها بمسافه، وفي هو مديني مسافتين 635 من العربيه للعائق و500 فيت ارى فيها يافطه ان في عائق. انا ما اعرفش ايه. طيب ممكن نفتح الكاد كده دقيقه. الكاد بتاعنا ولا تعرف تفتح الكاد بتاعك؟ طيب ماشي مش مشكله، افتح الكاد كده. يلا التعليم للجميع. قول يا صاحبي افتح الكاد كده يا سلم. الناس كده خلاص بقى، اللي عايز ده سلم عايز يسال حاجه، اللي عايز يحضرها يحضرها. تمام، دي الساعات مكتبيه.
يلا يا سلمى مستنيك. فتحه. ماشي يا سلمى. لحظة معلش يا باشمهندس انا قافل الشير وافتحه تاني لان انا كنت مشير بس الواتس. اللي انت عايزه شير. انا مش مهندس. افتح كده ارسم. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عندك ممكن ترسم عندك معايا. ميل مقداره 5%. ارسم كده ميل مقداره 5% من هنا مثلا ده واطي. من واطي لعالي فوق اهو. طب اشمعنى ده الكريتيكال بالنسبه لي ولا هو نازل؟ من الكريتيكال بالنسبه لي الميل يكون نازل ولا طالع؟ هو نازل. ارسم ميل نازل 5% وافتح كل شويه ارسم حاجه واطلع اقرا المساله. يا ابني ميل يا ابني يا ابني ميل. حاضر عم مش لازم 5% واحنا هنقيس وراك اهو 5% انا اسف هو مش 5% قوي بس اعتبر 5% يا عم ارسم ارسم اي حاجه اهو 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 افتح الرسم مساله بيقول لك ايه قائد مركبه موتوريست موتوريست يعني ايه المفروض ايه قائد ايه موتوسيكل ما علينا ترافلنج داون نازل على ميل هو قال لي حتى محدد الميل اهو 5% اون هاي واي لاحظ مين حادث على مسافه كام 635 ونص قدامه اطلع هات الكاي افتح الكاي افتح الكاد يا سلمي يا سلمي يا سلمي هو تقريبا حد طلع سلمى باشمهندس او النت فصل عنده تقريبا حد طلعه وهو بيحل طيب ماشي بص انا خلاص طب انا احلها لكم المره الجايه واجيبها لكم خلاص تمام بس كنا عايزين نحلها مع بعض عشان الوقت تمام احلها لكم انا المره الجايه وابعتها لكم خلاص كده يا شباب تمام يا باشمهندس ماشي بس هو السكشن اللي فات هينزل مع السكشن دوت